ولكن لو قال قائل قال بعض العلماء إن الحديث وهو قوله لا يعذب بالنار إلا الله إنه من باب التواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء عند البيهقي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما عاقب العورانيين وسمل أعينهم يعني حرق أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل فأنزل قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. هذا الحديث هو في سنن البيهقي الكبرى وهو مرسل كما قال البيهقي، لأنه من قول أبي الزناد التابعي رحمه الله، إذن لا يعول عليه. ثم مع هذا كله ليس هذا الحديث خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأنه جاء بصيغة العموم كما في حديث ابن عباس لا تعذبوا بعذاب الله، وهذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره، بل جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنه وهو حديث صحيح إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، كما قال ابن القيم رحمه الله إذا جاءت في النصوص فإنه يستحيل أن تقع شرعا أو عقلا، فكلمة لا ينبغي تدل على أن الشرع لا يؤيد مثل هذا،